البنات سوبر انا عشاق الفيلي فيلي الدان واه انا خش يا جلق زبان هذا نوس يا سلام كيلو وافي الرجال شرفة جي خيرك شي مزيان الله يحفظك الله يخطيك مرحبا انا خو الميطر داك الشيء راه مكعرطه اللوز اللوز المعلم هذا لا دانت ولا الدجاج لا دانت مشرمل لا دانت مشرمل مغسول بالحامض ومسحقر تنبيعو ب 55 درهم 55 درهم شي حاجه مليحه اه شي حاجه اللوز بقات منو هاد البركه هادي راه مبيوعه مرحبا ماشي ربعه نص كيلو هذاك 500 غرام مرحبا خويا شي حاجه اييه مرحبا سلام عليكم شحال باقي يجي الثمن خويا الثمن 660 كيلو و 200 خلاها شريف كيلو 40 درهم سير اخو 660 اخو شريف واش الثمن ديال الصدر بوحدو؟ الصدر بوحدو ثمنه بوحدو؟ اه 45 درهم 45 درهم داك الشيء لوز والفخاط؟ الفخاط 33 سلعات اليوم المعلم اي اخويا مرحبا مرحبا شوي قبل على لدن ضروري مع خلال اللحم غالي ودخلنا واحد الطريقة زوينة للسوق. أييه كيفاش بحال هاد الطريقة؟ الباركيت. أييه تنحييك. أون بورت يا المعلم تيمشي داك الشيء متعرط المعلم. مرحبا. أنا خويا الشريف. هذاك حق المشا. حق المشا آه هو. آه الإحساسية. داك الشيء سالوفان أليمونتير. الله على هاد الشيء تتجرب. واه داك الشيء راه غزال أخويا إن شاء الله. أخويا شوف. هاد الشيء اخويا خصك تصفي به ما نهضرش على النقطه هو راه حاجه باينه هادي والرضا داك الشيء تي هاد الطريقه اخويا العجيبه والغريبه والله اللوز شي مبالي على حقو طريقو كاين عصوي وملي ودرمل انا خويا الشريف انا اه ضروري 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 نعاودو السلوفان صعب الرزاق راه لا هو مرحبا مرحبا لي جا لحد راس العين مرحبا بيبي والدجاج انا خويا شحال اخويا عبد الرزاق؟ راه عطشت معاك شي ضربت لا لا الكركاش بوحدو راه راه شي اخويا عماد بوجه مختلف جوجل مرحبا هاد الدري هذا اخويا ميطر هاد الدري حذاف الدجاج هذا هو راه كينقي لنا الدجاج والمسائل ضروري مرحبا ها خويا الشريف قول لي عطيه لهذ الكليان عطيه عماد الدين الله يحفظك الله يخطيك تبارك الله التنوع هنا وتنوع اخويا اما جيتي الصباح بكري راه كاين داك الشيء مكعرض كاين صوصيت كاين تكا كاين المشرمل غير دابا خر السوق راه غادي يبقى غير الحمام جيب لي كواسي هذاك لا رومي بابيهم حتى راس العين انا خويا ها هو على ميلاد نعم اخويا جات لي 15 اونص عمر بابا اللي صاب 15 اونص وهذا هذا 33 درهم اللحم هاك شي حاجه زوينه داكشي اللوز 45 درهم 49 درهم شي حاجه زوينه قال لك توس سلعه اليوم الدجاج 45 هو 45 اه وداكشي اللوز تحيه للموت تاكسي ها هو تحيه للشواطريه لتوريس مراكش شفت تاعك داير بخير بخير وعلى خير نحيوك نعم سيدي الله يحفظك بارك الله فيك هاني ديال الطاكسي اي نعم سيدي تبارك الله كليان ديال خونا عماد ايوا
شحال مشاو تتقدا عندو؟ اه تنتقداو عندو شي 5 سنين هادي. كيدير داكشي زعما؟ داكشي عندو معتبر ونقي. ياكل جودة. ايوا داكشي ما نتذكروش. طيب من عام اسيدي هنا. ياك. ايه لابيرا مع الشخا وداكشي مخزاني. خيط الله. والله يا عمر هذا حتى لا ما عندك الفلوس تيقول لك سير بحالك. ياك. ويلي الله يهديك. هي ولا بدا. ولا بدا. وكبيدة وشحيمة وداكشي هو هذاك. الله يحفظك ونشكروك. الله يحفظك بارك الله فيك. لقيو زوين. ما تنديروش سلعة الشركة. دابا هاد السلعه هادي ماشي هي ديال الشركه اخويا فهمتي دابا كاين داك بيبيت الكونجلي دابا هذا ديال اللحيه هو بحال هاد الكتوف هادو ما تلقاوهمش عند شي واحد في مراكش كاع بصفه عامه فهمتي تديرهم الشركه تديرهم ولكن تدي فيهم العبره تطحنهم تتبيع فيهم الكفته تتخلطها مع هاد العجب هذا وتتبيعهم المهم الشركه تخليهم بلا ما نهضروا عليهم شوفوا غير راسنا حنا ياك اخويا واش هنا في السوق لا هنا في السوق اخويا كنريقلوا الامور تيدير داك الشيء مزيان ونطلب الله التيسير للجميع هاد الشيء اللي كاين السوق تبع السبعة الصباح ولا السبعة ان شاء الله باش نجيو نريقلوا الامور تلقاهم ريقلة السلعة وداك الشيء مصايب مقاد دابا انتم عندكم الاختصاص كاين اللي تيريش وتينقي وكاين اللي تيقرب على البلان اخويا يعني الناس اللي تيريشوا تيجوا مع ديك الربعة الصباح تقريبا فهمتي هذا تشيلوز تشيلوز خدام معاك الرزاق كما تديروا الماء تحل الميزان هذه الحاجه اللي واحد 200 غرام ولا كذا في كيلو ولا هذا لان حشومه حشومه لما تجي اخر بجوج تحيه ما شفتوش من داخل الوطن وخارج الوطن اخويا تحيه التحيه الله ينصر سيدنا بعدا هو الاول الله ينصر سيدنا وتنتمنوا هذاك رئيس الحكومه يشوف حاله الناس هذو ناقصنا شويه العلف حيت راه غاليه غاليه اخويا السلعه بزاف واحد الدرجه ما تتصورش اللحم 80 درهم 75 الغلمي 90 85 درهم دابا الناس تعطاو ولاد البيبي تلقاو شويه رخيص تيقضيو الغرض دابا اللحم البقري ما فيهش رفود بزاف دابا هذا هو المشكل حتى اللحم راه ولات يسعد مفتاح حبيبي الله يحفظك ولا يخطيك والسي هشام الهلالي حتى هو راه خونا وصاحبنا هو لقينا البيبي رخيص اللحم قتلنا هذا لا كاين الثمن بزاف صراحه طوع اثمينه والمسكين تكربص الله يلا تقرفص بروح اثمينه غاليه غاليه بزاف لا اغلى قدرتها هي غلات الماكين ما يدار راسها مريحه الله يبارك لك واش هادي ما شريتي؟ شرينا في جوج سيمانات هادي ما ديتوش قاصحه 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 بزاف لا غلمي لا بقري لا غلمي لا بقري نديو الدجاج لا بيبي المتنفس الوحيد هو الدجاج والدجاج وبيبي تنجيو عند هذا الاخ انا خلميط ها العباسية مرحبا مرحبا معنا السيد مرحبا ديال الحجه الله يحفظك فيديو سابق مرحبا العصاره الاسواق اللي كدير اخويا عماد الدين تندير السد النساسي حد حد راس العين الخميس العطاويه في القلعه عاد السواق صليو الملك وما كاين غير تعرف المعلم الله يحفظك سير بيت الله الله يحفظك الله يحفظك اخويا ميطر ساعه مبروكه شي حاجه الله ينفعو امين يا ربي امين امين المهم تسال هو سلعه جديده ومليحه انا دمو على خشم وي وي سي عماد بالنسبه للهاتف اييه مرحبا 0666 21 60 09 واش هادي ديال موليه ولا شنو هادي؟ جميع انواع اللحوم ماشي غير الدجاج وبيبي بقري وغلمي وجميع اختصاصات تنحييك مع ضبي البار مرحبا مرحبا الله يحفظك الله يحفظك الله يخطيك بارك الله عليكم تحيه للمقدم تا هو